فلوس؟ ايه ده يا ستي؟ دي لقيتي في الشنطه، لقيت فلوس؟ كل دي فلوس يا استاذه. يا استاذه ايوه. هو انت ليك يا حضرتك؟ وانت مالك انت؟ ما تخليك في حالك. انا رصيد الفلوس. انا متاكد ان انا مشيت من الطريق ده. اعمل ايه دلوقتي يا رب؟ اعمل ايه ولا اتصرف ازاي؟ دي بلوه، المبلغ كبير. ايه ده الراجل ده بيدور عليه؟ الراجل ده شكله واعمل حاجه بيدور عليه يا استاذ. يا رب. ايوه انت بتدور على حاجه يا استاذ؟ ايوه كان معايا شنطه فيها فلوس، وقعت مني في الشارع ده ما لقيتهاش. الشنطه سودا؟ ايوه. ايه ده؟ ده شكله راجل صاحب الفلوس وهيقول له عليا. يخرب بيتك، والله لا لبسك في حيطه. الست اللي هناك دي يا استاذ مالها؟ هي الست اللي سيدك لقيت شنطه، وشنطه سودا كده فيها فلوس. حتى انا بسالها بقول لها يا استاذ انت لقيتي حاجه؟ قالت خليك في حالك انت. انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه، وانا سامعها ان هي بتقول لها فيها فلوس. لو سمحت يا استاذ. ايوه نعم. حضرتك انت لقيتي شنطه وفيها فلوس؟ شنطه وفيها فلوس؟ وفي حد بيلاقي فلوس الايام دي؟ اللي انت بتقوله ده حضرتك يا استاذه؟ الشنطه السوداء. شنطه ايه سوداء؟ ايه مش فاهمه، انا مش فاهمه انت بتقول ايه اصلا. الشنطه السوداء اللي لقيتيها هنا وفيها الفلوس. لا انا ما لقيتش حاجه وما شفتش حاجه ومش فاهمه انت بتتكلم عن ايه اصلا. وبعدين انا شنطتي بني مش سوداء، وبعدين شنطتي لو عايز تفتشها ما فيهاش حاجه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ امال ازاي الراجل ده بيقول لي ان هي لقيت شنطه فيها فلوس؟ لازم اتاكد بنفسي. لا يا استاذه، وريني شنطتك. شنطتي اهي حضرتك، انا بقول لك شنطتي ما فيهاش حاجه. بابا انت اتاخرت ليه؟ ارتي ايه اللي جابك يا حبيبتي؟ في حاجه ولا ايه؟ لا انا كنت عايزه المصاريف بتاعه المدرسه. طب بصي يا حبيبتي، اقعدي هنا بس شويه وربك هيرزق دلوقتي. خلاص يا استاذ اتفضل. انا اسف، اصل الراجل اللي هناك ده هو اللي قال ان انت لقيتي شنطه وفيها فلوس. الراجل اللي هناك ده؟ طب انا بقى ما كنتش عايزه اقول لك. انا بقى بعيني الاثنين شايفاه ماسك شنطه سودا وبيرميها في الجردل، ولو مش مصدقني تعالى معايا انا هوريها لك بعينك. طب عشان ما تظلمش اي حد وخلاص. لما شفتي مستنيه ايه يا استاذ؟ ايوه يا استاذ. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش حرام عليك تتهمها ان هي اللي خدت الفلوس وانت اللي واخدها؟ يا استاذ انا ما خدتش اي حاجه. يا استاذ مشيتي مميله كده واخده شنطه سودا من هنا. يا بجحتك يا شيخ، يا بجحتك بقى تلاقي الفلوس وتاخدها وتقول كمان على الناس رايحه جايه، تقول دي اللي خدت وده اللي خد. ما انت واخدها ومخبيها. يا استاذ والله ما حصل، والله ما حصل. استاذ ايه وزفت ايه؟ بقول لك اطلع بالفلوس. يا استاذ والله العظيم ما معايا اي حاجه. ايه واللي ما معكش اي حاجه؟ شوف فتشني يا استاذ ولا وديتها فين. يا بابا يلا يا بابا، عشان عايز المصاريف بتاعت المدرسه عشان اخرت عن المدرسه. ماشي ارتي يا حبيبتي، معلش كوب الجردل ده في الباسكت واحنا وانا هاجي ونمشي على طول. يا عم انجز يا عم، مش قصتي، انا عايز فلوس عشان امشي. يا استاذ والله العظيم هي اللي واخداها. انت لسه ليك عين تقول هي هي؟ بقول لك انا شايفاك بعيني. يا بابا كل دي فلوس؟ خد يا بنت انجي هات الفلوس دي. ايوه هي كانت في الشنطه دي. انت ايه اشتريتي فين يا حبيبتي الفلوس دي؟ انت ايه، ما عندكش لا دم ولا ضمير ولا بنتك فضحتك ما كنتش عارف اوصل للفلوس. ايه الست اللي هناك دي هي اللي خدت الفلوس؟ والله يا استاذ انا ما اعرفش اصلا ايه اللي جابها هنا. الا شويه ما اعرفش ايه، بس حرام عليك انت طبعا بقى خدت قلت اخبيهم في الزباله عشان يبقى في الامان. من رايح وجاي بقى بنتك فضحتك اهي. يا استاذ والله العظيم ما حصل، انا ما اعرفش اصلا ايه اللي جاب الفلوس دي هنا. بقول لك ايه، انا مش عارف ابلغ عنك ولا اعمل فيك ايه. ايه ربنا عشان خاطر البنت اللي معاك يا استاذه. انا متشكر جدا والله، لولاك الفلوس دي ما كانش هترجع. شكرا مش عارف كنت هعمل ولا اتصرف ازاي. اكيد فلوس حلال، اكيد فلوس حلال. ربنا اللي يعلم بيا، دي عهده بتاع الشغل. لا انت هتعمل ايه؟ انا ما قابلش حاجه، انا ما تعبتش فيها ولا اشتغلت بيها. لا دي فلوسك وحقك يا استاذه. انا بقول لك لولاك الفلوس دي ما كنتش عارف اوصل لها، كان هياخدها ويمشي الحرامي. يا استاذ والله ما حصل. اتقي ربنا شويه بدل ما انت بتتهم في الرايح وفي الجاي. امسك يا استاذه، دي حاجه بسيطه. اتقي ربنا عشان خاطر البنت اللي معاك دي. اتفضلي دي حاجه لا بسيطه. لا انا ما قابلش حاجه والله. لا شكرا يا شكرا أستاذ. دي حاجتك دي حاجتك يا استاذه. اتفضلي بس امسكي. لا شكرا. انا والله مش عارف اشكرك ازاي، كتر خيرك. اتعلم شوف بتعمل خير. جت قالت على الفلوس، مش انت اول ما لقيتها تروح تاخدها على طول؟ انت يا اخي حسب الله ونعم الوكيل، قبلت على بنتك هتوكلها حرام؟ عادي انت مالكش دعوه ببابا، بابا مش بياخد فلوس حرام. خلاص يا بنت، على فكره بقى انا هسيبك عشان خاطر البنت دي مسكينه يا عيني. وانت مسكي دول حاجه بسيطه عشان ابقى مرتاح بس.
والله فضلي. شكرا كتر خيرك. حلال عليك انت اللي كتر خيرك. شكرا شكرا شكرا. اشكرك ازاي؟ شكرا. حسب الله ونعم الوكيل. فوقوا بقى وقربوا من ربنا، خلي عندكم ضمير. انا يا بنتي ما خدتش حاجه، انا والله انا مش عارف ايه اللي جاب الفلوس دي هنا. كمان انا لقيتهم في الجردل. انا بس انا مش عارف اللي جابهم الجردل. ايه اللي بيديهم لي ده؟ بعد ما الفلوس كلها كانت هتبقى بتاعتي وبايدي، ده انت راجل منتن وبخيل. ماليش دعوه يا بابا. تعالى يا عماد تعالى تعالى عشان اجيب لك حقك. فين يا استاذ اشرف؟ تعالى بس انا مصور كل حاجه. لو سمحت يا استاذ. انت تاني؟ انت مش ثواني ثواني حضرتك، خلي بالك. بص انا مش هسيبك على فكره، هو ما يكون في الموضوع ده. بس انت مين انت كمان؟ حضرتك كل اللي حصل ده حصل قدام البيت وانا مركب كوانا قدام البيت. اتفضل شوف بنفسك. شوف الست بتعمل ايه؟ يا نهار اسود، هي اللي مالت وخدت الفلوس. اه يا بنت النصابه، يعني هي اللي خدت الفلوس وجابتها فين؟ المهم ان الراجل ده بريء وانت غلطت فيه. انا اسف، حقك عليا، بس انا كان غصب عني الفلوس لقيتها في الجردل عنده، والله هو ده السبب اللي خلاني شكيت ان هو اللي واخدها. مش عارف يا يعني عملت كده. حقك عليا، سامحني ما تزعلش. وانت حقك عليا يا حبيبتي ما تزعليش. ماشي، بقول لك ايه، هو انت المكان اللي حصل فيه الموقف انت بتبقى هناك على طول ولا؟ على طول يا استاذ. خلاص انا هلحق الست الحراميه دي وهرجع لك تاني. ماشي يا استاذ. انا اسف جدا، انا اسف. متشكر جدا لك يا استاذ اشرف. العفو. بسم الله يا بنت. انا كمان اديتها فلوس يا بنت النصابه. يا استاذه يا استاذه. ايه حضرتك؟ انا قلت لك والله انا مش عايزه الفلوس. يعني انت لسه برضه هتعيش الدور؟ لسه غاويه تكملي في دور التمثيل يا نصابه يا حراميه؟ ليه كده بس يا استاذ؟ ايه اللي حصل مني عشان كمرات جابت ان انت اللي واخده الفلوس؟ انتوا ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل، اتهمت الراجل الغلبان وخلتني هنا، انتوا عملت ايه فيه؟ بقول لك هات الفلوس دي، انت ما تستاهلهاش. غوري جاتك القرف. ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ تتهموا الناس. ايه اللي عملته في نفسي ده؟ فضحت نفسي بالاونطه. يا دي الفضايح يا دي الفضايح.